خرجت رصاصات عديدة شقت سكون العاصمة الأردنية عمان وقلبت ليلها نهاراً. ويلات الحرب طالتها هي الأخرى وبثت الرعب في قلوب السكان، والسر بالسفارة الإسرائيلية. حادث هو الأصعب على العاصمة الأردنية منذ بداية الحرب، وتحركات عاجلة من السلطات كلفت البعض أرواحهم. فما القصة وما علاقة نتنياهو بالحادث؟ منذ ساعات وبالتحديد في وقت الفجر، سمع سكان منطقة الرابية في العاصمة الأردنية عمان صوت طلقات نارية أيقظتهم من سباتهم، متسائلين عن حقيقة ما يحدث بخارج جدران منازلهم. بدأ الحادث خلال مرور دورية أمنية على المنطقة، ليتفاجأ رجال الأمن من تعرضهم للهجوم من خلال توجيه بعض الرصاصات في اتجاههم من مبنى سكني، وما كان منهم سوى استدعاء مزيد من القوات الأمنية التي حددت مكان الاستهداف، ومن ثم قاموا بالتعامل مع الجاني. لم يستسلم منفذ هذا الهجوم بسهولة، حيث قام باستهداف قوات الأمن. وفي تلك الأثناء طبقت القوة الأمنية قواعد الاشتباك، وتبادل الطرفان الرشقات النارية، مما أسفر عن مقتل الجاني وإصابة 3 من رجال الأمن بحسب وكالة بي بي سي. لم تنتهي القصة هنا، بل ربما بدأت لينكشف سر الحادث الغامض، حيث أفاد شهود عيان في وقت مبكر من فجر الأحد بسماع أصوات إطلاق نار متكرر تحديداً في محيط السفارة الإسرائيلية، والتي تقع في المنطقة ذاتها مع وصول تعزيزات أمنية مكثفة. وقالوا إن قوى أمنية حاصرت عمارة بعيدة نحو 50 إلى 100 متر عن السفارة الإسرائيلية، وإن أفراد الأمن يوجهون أسلحتهم اتجاه طوابق علوية مستخدمين دروعاً مضادة للرصاص بحسب تعبيرهم. وربط شهود عيان الحادثة بخصوصية المكان الذي يشهد منذ أكثر من عام تظاهرات بمشاركة آلاف الأردنيين من رجال وشباب ونساء وحتى عائلات مع أطفالهم، تنديداً بالحرب المستمرة على غزة ولمطالبة الحكومة الأردنية بإغلاق السفارة الإسرائيلية وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل. في حين جاء بيان الأمن العام الأردني خالياً من أي معلومات تربط الحادثة بالسفارة الإسرائيلية أو الاعتداء عليها كما زعم شهود عيان. ومن الجدير بالذكر أن السفارة الإسرائيلية في الأردن مغلقة منذ أكثر من عام، وذلك بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023، إذ توترت العلاقات بين البلدين، مما دفع الأردن لاستدعاء سفيره من إسرائيل وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا بحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأردنية. وما زالت التحقيقات مستمرة للوقوف على جميع ملابسات الحادث ومعرفة هوية الجاني ودوافع الهجوم على قوات الأمن وأسباب تواجده في محيط السفارة الإسرائيلية.